السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قصه جديده. القصه ديال اليوم هي واحد القصه وقعت في المدينه الاسماعيليه مكناس سنه 2006 في واحد المنزل، بالضبط في حي النجارين في السكاكين. هذا المنزل اللي غادي يغير المجرى ديال الحياه وغيقلب المزاج ديال الناس، ماشي غير في مكناس بل في المغرب كامل. هاد الدار كانت تابعة لوزارة الأوقاف، مكونة من 4 ديال الشقق. في الطابق السفلي كان واحد الجزار سميتو الحاج البوعامي، كان تيبيع اللحم وتيدير الشواية والساندويتشات. هاد المحل ديال الجزارة كان معروف بزاف في مكناس وكان عليه واحد الإقبال كبير، الزبناء كيجيوه بالآلاف. الناس من كل بلاصة في المدينة كتجي لهاد المحل باش تشري اللحم، واللي قصد مدينة مكناس ضروري يجي وياكل الكفتة عند الحاج. البوعامي دار لباس من هذاك المحل وقدر انه يشري جوج ديال الشقاق في هذيك الدار. الطابق الثاني والثالث ولاو في الملك ديالو، من غير الطابق الاول اللي من فوق المحل ديالو كانوا ساكنين فيه واحد العائلة سميتهم بناني. هاد العائلة كانت دائما في نزاع مع عائلة البوعامي، ديما كيتشكاو من صداع ديال الكليان وصداع ديال الماكينه اللي كانوا كيطحنوا بها الكفته، غير كيحلوا النوافذ ديالهم كيدخلهم الدخان والرائحه ديال الشوا. المهم كانوا متضررين بزاف وكانوا ديما في الصداع وفي المشاكل، حيت البوعامي كانوا كيعتبروا بان هذاك المحل هو مصدر الرزق ديالهم وبيه باش عايشه الاسره كامله. دازت ايام وشهور وسنوات، الجزار توفى وخلى 3 ديال الاولاد، عبد الجبار، عبد الكريم ومحمد، ورثوا هذاك المحل وهما اللي ولاو مقابلين المشروع ديالهم. البناني كذلك توفى وخلى ولادو وبناتو ساكنين في هذيك الشقه، كل واحد فيهم تزوج واستقر في مدينه، وبقات البنت الصغيره سميتها ماريا مده قليله وهي تعرف على واحد الراجل وتزوجات به. هذا الراجل كان محامي سميتو ابراهيم حسيتو، من مواليد مدينة الحاجب. ابراهيم منين كان صغير كان تيقرا مزيان، كان شخص مواظب وطموح، ومن بعد الباك اختار انه يقرا القانون وفعلا مشى لكلية الحقوق وكمل الدراسة ديالو حتى تخرج وولى محامي وفتح المكتب ديالو في مدينة الحاجب. لكن بعد ما تعرف على ماريا بناني قرروا بجوج انهم يتزوجوا ويمشيوا يسكنوا في مكناس في نفس الشقه اللي كانت فيها العائله ديالها. بحكم عجبو الموقع فين كاينه هاد الدار، بلاصه شعبيه، البيع والشراء محرك والدنيا كتكون عامره النهار كامل. ماريا وابراهيم بداو حياتهم الجديده، هو كان كينوض بكري وكيمشي حتى لمدينه الحاجب حيت تما كاينه الخدمه ديالو. المهم الحياه ديالهم كانت مزيانه ومستقرة وتيبنيوها بحالهم بحال أي كوبل جديد. كان عندهم مشكل واحد، هو المحل ديال الخوت البوعامي اللي تحت منهم. الشجار اللي كان بين الآباء في الأول غادي ينتقل للأبناء، نفس المشكل. براهيم ومرتو حتى هما تأداو من هاد المحل ومن الصداع والدخان، وديما في النقاشات مع الإخوة البوعامي. عبد الجبار، محمد وعبد الكريم طوروا من المشروع ديالهم لدرجة أن المساحة ديال المحل ما بقاتش كافياهم. الحركة ولات مروجة ولا كيتوافد عليهم عدد كبير من الزبناء، فولا الضيق بزاف عندهم في المحل، الناس كتار وما كيلقاوش فين يجلسوا. هنا هاد الإخوة غادي يبداو يفكروا أنهم يخرجوا المحامي من الدار ديالو باش يديروا الدروج ويستغلوا الشقة اللي كان كاري فيها ابراهيم. وبالفعل مشاو عنده وهضروا معاه وقالوا ليه باللي خاصك تخوي هاد المحل، لكن المحامي رفض، قال لهم باللي انا كنخلص الكرة ديالي ما يمكنش ليا الخروج. المهم ما تفهموش والقضية وصلت بيناتهم للمحكمة. المحكمة غادي تنصف المحامي لانه مادام كيقوم بتسديد واجبات الكراء فحتى شي واحد ما عنده الحق انه يخرجوا من داره. هاد الاخوة الجزارة بداو كيلتجؤوا لطرق اخرى باش يزعجوا المحامي والزوجة ديالو وما يعيشوش فرحتهم.
بداو كيديروا ليهم الشحمه فوق العافيه ويخليوها تطلق عليهم الدخان والرائحه، ولاو تيديروا ليهم استفزازات باش يضطر انه يخرج ولكن بدون جدوى. داروا اللي في جهدهم لدرجه بغاو يعطيو الرشاوي، ومشاو عنده وقالوا ليه اختار الدار اللي عجبتك في مكناس، حنا نخلصوا ليك الكره ديالها. لكن ابراهيم دار ليهم العصا في الرويضه وحلف ما يخرج من هذيك الدار. هنايا المحامي بدا كيشكل خطر على هاد الاخوه، رفع عليهم قضيه بسبب الضرر اللي كيتعرض ليه، ومعاه هو محامي معروف وعنده علاقات. فهنايا الاخوه قالوا باللي صافي هاد خينا غادي يقطع علينا الرزق ديالنا وغادي يكسب القضيه. المحل الموقع ديالو مميز، كيدخل عليهم فلوس صحيحه كتوصل ل 40000 درهم في النهار. سنوات هما ورثينو من الاب ديالهم، كيفاش يجيو ويوقفوا هادشي كامل ويسدوا المحل حيت واحد ما موافقش؟ المهم ما تسرطاتش ليهم، وهنا غادي يبداو يفكروا في شي طريقه باش يتخلصوا منه. الاخ الاكبر اللي سميتو عبد الجبار كانت عنده واحد الخليله سميتها مليكه، وكانوا كيخرجوا بجوج، كيساريها كيعطيها الفلوس، اي حاجه بغاتها كيحضرها ليها. ومع الوقت بدا كيعاود ليها على حياته الشخصيه، وكيعاود ليها على خوتو الجزاره والخدمه ديالهم اللي ورثوا من الاب ديالهم والفلوس الصحيحه اللي كيدخلوا منها. وبدات يعاود ليها على المشاكل ديالهم مع المحامي والصراعات اللي بيناتهم. قال ليها باللي راه كيهددنا وراه غادي يخرج علينا، وباللي في اي لحظه نقدروا نخسروا هاد الخير كامل. مليكه من مرفش سمعت هادشي، قالت ليه باللي كنعرف واحد السيد هو اللي غادي يلقى لك الحل. عبد الجبار غادي يوافق، قال ليها واخا الا فكنا من هاد المشكل نعطيه شحال ما بغى. مليكه عيطات للزوج ديالها اللي كان عايش في اسبانيا، هاد الزوج سميتو عزيز، عايش تما وكيجي مره مره للمغرب. عيطات ليه وقالت ليه باللي راه كاينه واحد الهمزه فيها فلوس صحيحه ما خصناش نفلتوها. عزيز ما ترددش ولغد ليه جا ودخل المغرب. مليكه قدمت راجلها عزيز لعبد الجبار على اساس ولد عمها ماشي راجلها. تلاقاو في مدينه الرباط واتفقوا انه يجي عندهم المكناس، وفعلا مشى عزيز المكناس وتعرف على الخوت كاملين، وقال لهم باللي مشكلتكم عندها حل واحد، هو ان المحامي ومرتو خاصهم يموتوا وما يبقاش لهم الاثار. الخوت تصدموا بهذا الاقتراح اللي اقترح عليهم عزيز، قال لهم راه ما كاينش شي حل من غير هذا وهو اللي نقدر ننفذو. بقاو تيدوروها في راسهم حتى اقتنعوا وبان لهم باللي فعلا هذاك هو الحل الوحيد اللي كاين باش يتهناو من هاد المحامي ومن الزوجه ديالو. اتفقوا يخلصوا عزيز ب 20 مليون مقابل انه يقتلهم بجوج، وكان معهم ايضا واحد الشاب ولد دربهم كان تيخدم رجل اطفاء، كلفوه ايضا بواحد المهمه حيت كان تيسالهم شي فلوس وشدوه من هاد النقطه هادي، وقالوا ليه غادي نخلصوك 10 ديال المليون. وبطبيعة الحال هاد الشاب غير سمع هاد المبلغ غادي يوافق بلا ما يتردد. عزيز دار واحد المحاولة الأولى مع واحد المجموعة جابهم من الرباط، مشاو لمدينة الحاجب وحاولوا أنهم يترصدوا المحامي باش يختطفوه ومن بعد يصفيوها ليه، ولكن ما قدروش. رجع عند الخوت الجزارة وقال لهم باللي المكان المناسب فين يقدر يرتكب هاد الجريمة هادي هو المحل ديال السكنة ديالهم. يوم 17 فبراير من 2006 بالضبط من مور المغرب، المحامي والزوجة ديالو كانوا جايين ودخلين للدار، حلوا الباب وطلعوا في الدروج باش يدخلوا للشقة ديالهم. محمد اعطى الإشارة للآخرين بأنهم جايين، وزاد في الصوت ديال الموسيقى باش إلا كان شي صراخ ما يسمعهم حتى شي واحد. بمجرد ما فتح ابراهيم الباب ديال الشقه ديالو حتى كيتفاجئوا بجوج بالاخوه وعزيز كينزلوا عليهم بواحد القضبان حديديه والات حاده كيستعملوها في الجزاره، كيضربوهم للراس وجميع انحاء الجسد حتى فقدوا الوعي ديالهم وماتوا. هزوهم ودخلوا الجثتين للمحل. الامر الفظيع هو ان ماريا كانت حامله، وبطبيعه الحال حتى الجنين ديالها غادي يموت. من بعد فاش دخلوا الجثث ديالهم للمحل، هنا عزيز غادي يقول لهم ان المهمه ديالي سالت
الله يعاون. قالوا ليه كيفاش الله يعاون؟ كي غادي نديرو حنا لهاد الشيء هذا؟ قال ليهم ماشي هاد الشيء اللي اتفقنا عليه. قلتوا لي نقتلهم، هانا قتلتهم، الا بغيتوا نخلصكم منهم خاصكم تزيدوني الفلوس. المهم بدا كيبتزهم، والاخوه شافوا راسهم حاصلين واتفقوا على المبلغ ديال 31 مليون عوض 20 مليون. نضوا كاملين وبداو كيفكوا اللحم على العظم وكيطحنوه كفته. وبالنسبه ليهم هاد العمليه كانت سهله، لانه هذا هو الدومين ديالهم وهذه هي الحرفه ديالهم، زائد عندهم الماتيريال والماكينات والوسائل ديال العمل. هادشي كله ساعدهم وخلاهم انهم يزربوا في داكشي وينفذوا العمليه في وقت وجيز. المهم طحنوا داكشي كامل كفته وداروها في واحد البانيو وخواو عليه الماء القاطع حتى دابت هذيك الكفته وولات ماده لزيجه، وسهل عليهم انهم يتخلصوا منها ويلوحوها في القوادس. وهذوك العظام اللي كانوا كبار وما قدروش انهم يلوحوهم بداو كيهرسوهم حتى ولاو قطع صغيره بزاف، وداروها في ميكات وجمعوها في واحد الصاك. في الوقت اللي كانوا خدامين فيه هاد الخوت، مشى عزيز اللي هندس الجريمه ودخل الشقه ديال المحامي، هز الذهب والمجوهرات ديال ماريا والفلوس والحوايج، المهم اي حاجه كيشوفها ثمينه كيهزها. والخوت الجزاره من بعد ما سالوا نظفوا داكشي مزيان باش ما يخليو حتى شي دليل من موراهم. وهذاك الساك اللي فيه العظام عطاوه لولد دربهم البومبيي حيت هو اللي كلفوه بهاد المهمه. مشى وسافر حتى لمدينه تمارا ولحهم في واد الشرات. العمليه ديالهم نجحت كيف ما خططوا ليها هاد المجرمين. الجثتين ديال المحامي والزوجه ديالو اختفت وما بقاش ليها الاثار. دازت اسبوع والاختفاء ديال المحامي ومرتو تار الانتباه ديال بزاف ديال الناس. العائلات ديالهم كيصونيو عليهم ما كيجاوبوش. الجيران الموكلين ديال ابراهيم كيتصلوا به كيلقاو الهاتف ديالو طافي، كيتسناوه في المحكمه وما كيجيش. الناس اللي خدامين معاه كلشي كيسول على ابراهيم فين مشى هو ومرتو ماريا. فهنايا غادي تتدخل الشرطه، واول وحدين بطبيعه الحال غادي يستنطقوهم هما الخوت الجزاره حيت هما اللي عندهم معاه المشكل ونزاع قانوني في المحكمه. الخوت بطبيعه الحال غادي ينكروا وغادي يدخلوا البوليس يقلبوا ليهم المحل ديالهم، لكن ما غادي يلقاو حتى شي دليل. دخلوا للشقه ديالو لقاوها مرتبه ما كاين حتى شي اثر ديال الجريمه. داروا البحث في البنكه باش يشوفوا واش سحب شي فلوس، لكن ما كاين حتى شي تغيير في الحساب البنكي ديالو. بقات الامور هكا، لا خبر ولا جديد بخصوص اختفاء المحامي والزوجه ديالو ماريا. دازت شهرين، واحد النهار المفاجاه غادي تجي من عائله المحامي. كيتصلوا بالهاتف ديالو وكيلقاوه شاعل. جاوبتهم واحد السيده، سولوها قالوا ليها واش ابراهيم كاين، وهي تجاوبهم بواحد الهدوء وبواحد الثقه في النفس. قالت ليهم باللي ابراهيم والزوجه ديالو مشاو وسافروا للجزائر، وهي تقطع. خلاتهم مصدومين ما فاهمين والو، ما تيقوش ان اخوهم يمشي للجزائر وما يخبرهمش، وهو تيكون مسافر غير شي مدينه في المغرب ضروري كيعلم الام ديالو. المهم عائلته بداو كيتصلوا كل ساعه في الهاتف ديالو باش يعرفوا الحقيقه من هاد السيده هادي، لكن والو. من بعد ما عاودتش جاوبتهم. لكن واحد النهار في 6 ابريل هاد السيده هي اللي غادي تصوني على عائله المحامي، وغادي تقول الام ديالو باللي ولدك راه شداتو جماعه ارهابيه في وهران، وهي تقطع. كتصل بهم مره اخرى وكتقول لهم باللي راه ابراهيم وماريا مشاو للسعوديه مع الفقهاء ديال الكنز. المهم حمقاتهم، كل مره كتصل وكتعطيهم شي سيناريو ابشع من الاول. وهنا العائله ديالو غادي يحسوا باللي فعلا وقعت لابراهيم شي حاجه خايبه، واستحضروا واحد البلاغ اللي كنشروا في واحد الجريده كيقول فيه بان حياته في خطر وكيطالب بالحمايه ديالو. وهاد النداء كان دارو في 2005، اي سنه قبل الاختفاء ديالو. العائله ديال ابراهيم قالت هادشي كامل للشرطه، وامام هاد التطورات البوليس غادي يزيدوا يركزوا في البحث ديالهم على الهاتف ديال المحامي.
غادي يطلبوا من شركة الاتصالات بيان المكالمات اللي مشات من الهاتف ديالو. لقاو واحد المكالمة أخيرة صدرات من هذاك الهاتف، شخصو صاحب داك الرقم وتبين بأنها مرأة كتسكن في مدينة الرباط، سميتها رشيدة وكتشتغل مولدة. مشاو عندها واستجوبوها وسولوها على داك الرقم اللي هو رقم هاتف المحامي. قالت لهم باللي هادي واحد المرأة هي اللي اتصلت بيا كتسكن حدايا، عاونتها فاش ولدات، وداك النهار اتصلت بيا بهاد النمرة باش نمشي ونحيد ليها الغراز. مشاو مباشرة البوليس لعند هاد المرأة وصدقات هي مليكة الزوجة ديال عزيز. في الأول حاولت أنها تنكر، لكن بتعميق البحث معها وبفضل الحنكة ديال المحققين اعترفت بأن رجلها هو اللي اعطاها هداك الهاتف. سولوها على رجلها عزيز، قالت لهم باللي هو دابا في إسبانيا، وكان أول إجراء هو التفتيش ديال المنزل ديالها. مشاو وفتشوه وفعلا لقاو بعض الملابس ديال الضحيتين والذهب والمجوهرات اللي تعرفت عليهم العائلة ديال ماريا من بعد، وفعلا صدقوا ديالها. بتنسيق المديرية العامة للأمن الوطني مع الشرطة الإسبانية، عزيز غادي يتشد وتم الاعتقال ديالو في إسبانيا وجابوه للمغرب، واعترف هو أيضا بالجريمة ديالو. لقاو القبض أيضا على الخوت الجزارة، في الأول نكروا ولكن من بعد غادي يعترفوا كاملين بهاد الجريمة البشعة وهاد المجزرة اللي داروا، وعاودوا كل شيء بالتفاصيل. وبطبيعة الحال البوليس غادي يعتقلوا أيضا ولد دربهم البومبيي اللي ساعدهم في الجريمة، وهنا اكتملت الأدلة كاملة ديال هاد الجريمة هادي. من بعد 4 ديال السنوات أي سنة 2010 غادي يخرج الحكم النهائي في هاد القضية هادي. عزيز والخوت الجزارة تحكم عليهم بالإعدام، ولد دربهم البومبيي تحكم عليه بالمؤبد، مالكة الزوجة ديال عزيز تحكم عليها ب15 عام ديال الحبس، حيت هي اللي خططت لهذا الشيء وعرفتهم على بعضياتهم، وكون ما كانتش هي كون ربما هذه الجريمة كاع ما توقع. كانت هذه هي النهاية ديال الإخوة الجزارة اللي انتهى بهم المطاف في الحبس. واحد فيهم اللي هو عبد الجبار قالوا باللي مات بالفقصة، والاخرين مازال لحد الآن كيدوزوا في العقوبة السجنية ديالهم بعد ما كانوا عايشين لاباس عليهم وما حمدوش الله. أما المحامي والزوجة ديالو فالله يرحمهم ويوسع عليهم. وكانت هذه هي القصة المؤلمة ديال إبراهيم حسيتو والزوجة ديالو ماريا مع الجشع ديال الإخوة الجزارة. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها شي شوية، وتقولوا لي في التعليق شنو العبرة من هذه القصة هذه. شاركوني أراء ديالكم في التعليقات. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.